تطلع يا رب من السماء وانظر من مسكن القدس وسمو مجدك، أين غيرتك وجبروتك؟ هل منعت عني لهفة قلبك ومراحمك لي؟ أشعياء 63 آية 15 آية 16 ونكمل. أنت يا رب أب لنا، فلا إبراهيم ولا يعقوب يعرفنا، أنت يا رب أب لنا وفادينا منذ الأزل اسمك. لماذا أضللتنا يا الله؟ أعداؤك يعجون في الأرض، أولاد كنعان الملعون يا رب. لماذا أضللتنا يا رب عن طريقك وقسيت قلوبنا عن مخافتك؟ ارجع علينا من أجل عبيدك، من أجل أثبات يعقوب خاصتك، شعبك المقدس مطرود منذ حين، أعداؤنا داسوا مقدسك، أولاد كنعان الملعون يا رب. صرنا منذ زمن بعيد كالذين لم تكن لهم سيد ولا دعوا باسمك، ليتك تشق السماوات وتنزل فتبيد الجبال من وجهك، ليتك تشق الجبال وتنزل. أشعياء 63 ننتقم من أعدائنا ويجعل السيف مصيرهم، هم وكل من يعبد جاد وملكوم ومنى. أمين يا رب.